خلاص الأسبوع الثالث من الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة أوشك على الانتهاء، وما زالت إسرائيل وقوات الاحتلال بتوجه ضربات قوية جدا إلى الداخل الفلسطيني، كل تأثيرها على المنازل، على المستشفيات، على المدنيين العزل، ولكن لا تستطيع توجيه ضربة قوية للمقاومة، وفي المقابل نفس المكان اللي بتستهدفه إسرائيل بيطلق منه ضربات من المقاومة. الضربات اللي بتوجهها المقاومة الفلسطينية بينت وأظهرت للعالم كله عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على وقف هذه الهجمات، والإعلام الإسرائيلي بدأ يتكلم عن حالة الانقسام الداخلي والخلاف ما بين نتنياهو والجيش، وده في حد ذاته طبعا بيضعف موقف الجيش الإسرائيلي ونتنياهو أمام المقاومة الفلسطينية واللي بتدافع عن أرضها وبتقدم في سبيل ده تضحيات كبيرة للغاية. خلينا نعرف التفاصيل أكتر عن حالة الانقسام، وكمان إيه الأضرار الناتجة عن استمرار القصف على غزة وبعض المناطق الفلسطينية. خلينا نرحب في فقرتنا النهاردة بطارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بحضرتك منورة. أهلا. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. طيب بداية، لما نيجي نتكلم عن الانقسام داخل إسرائيل، إحنا عايزين نعرف ماذا يحدث بين الجيش وبين نتنياهو. جميل. بداية تحياتي ليكم ولفريق العمل ولكل المتابعين. يعني هذا الانقسام نتيجة الفشل والإخفاق، دائما الفشل والإخفاق بيبقى يتيم، النجاح هو اللي ليه أكثر من أب ومسؤول وراعي، لكن الإخفاق والفشل كله بيتنصل من المسؤولية، ودائما يبقى فيه هذه الحالة من اليتم. لكن يعني فيما يتعلق بالاجتياح البري المتوقع لقطاع غزة، نتنياهو واضح انه في جبن، في احجام، لانه هتبقى يعني الخسائر فادحة والفواتير باهظة. هل نظراً هو متوقع ولا هو معلن فقط انه سيتم الاجتياح وهو مرجأ؟ لا، هو وكل يعني كل بين الفينة والاخرى سيتم الاجتياح، سيرجأ الاجتياح يومين، طب سيلتقي بجو بايدن، طب حتى يتم الافراج عن بعض الرهائن، كلها حجج، لكنه في تلكؤ وتخبط وتخوف من ذلك الاجتياح، لأنه العناصر، عناصر المقاومة عندما هاجمت يعني كانت لها هذه النجاحات، فما بالك في موقف الدفاع. طبعا. في موقف الدفاع سيكونوا أقوى، وهم متخندقين في أنفاقهم وسيكبدونهم أضرار لا قبل لهم بها، خاصة أن الجيش الإسرائيلي واضح أنه يعني هو ناجح شاطر في الضربات الجوية، في يعني من داخل الدبابات والجدر المحصنة، لكن في الالتحام البشري، في عندما يتواجد على أرض المعركة هو بائس، أداؤه ضعيف، أداؤه شديد التواضع، ده واضح، فذلك فيها ذلك التخوف. وفي نفس الوقت الجيش الإسرائيلي عايز يقوم، يعني يقوم بهذه العمليات سريعا حتى يعني يلملم أشلاء ما تبقى له من بقايا الكرامة. نعم. عظيم. طيب في تطور نوعي في أداء المقاومة في هذا الحرب إذا ما قرنت بالحروب السابقة أو بالعمليات السابقة التي كانت تنفذها المقاومة، وكان رئيس الأركان الإسرائيلي كان قال تصريح بعد أسبوع بالضبط من هذه الحرب، وقال أنه الوتيرة اللي ماشية بها المقاومة تؤكد أنها ستطيل أمد الحرب. هل بتتفق معاه أن الحرب ما زالت مستمرة وأنه المقاومة قادرة على الصمود؟ المقاومة يعني أكيد خططت، لأنها خططت ونفذت ونجحت وقامت بعمليات تعتبر يعني معجزة على المستوى الاستخباري، على المستوى العسكري والأمني، على المستوى المستويات السياسية، وأتصور أن ذلك الأمر يعني مرده إلى الآتي، مرده إلى العقيدة، إلى الإيمان، وأتصور أن التاريخ سيتوقف طويلا أمام ما حدث في عمليات 7 أكتوبر، ولكن كل ذلك له مردوده وله يعني هزات عنيفة ومردود سلبي على الروح المعنوية للعناصر القتالية في الجيش الإسرائيلي، لأنه بدل الكل أن الضعف يتغلب على القوة. نعم. الضعف الفلسطيني ينتصر على القوة الإسرائيلية، وكأن يعني وكأن قوة الضعف لا تنتصر على ضعف القوة، فشيء عجيب. وأتصور أن يعني تلك القلاع المحصنة وتلك الدفاعات الأمنية، مقلاع داوود، باتريوت، القبة الحديدية، يعني الخيمة الأمنية الإسرائيلية تتطاير أوتادها وتدا أمام المقاومة، مقاومة استطاعت أن تخطط وتنفذ بنجاح، وكل ذلك له يعني مردوده بشكل كبير جدا على نفسية العنصر البشري في الجيش الإسرائيلي، خاصة الآتي، أن هذه المعجزة التي تحققت تبين أنه يعني مهما كانت معدات وأسلحة متطورة وتكنولوجيات، ففي نهاية المطاف
المعول عليه هو العنصر البشري. العنصر البشري هو الأساس. صحيح. فما أرخص المعدات والمهمات والترسانات والدفاعات والتكنولوجيات وما أغلى الرجال، وهذا ما أظهره المقاوم الفلسطيني في هذه العمليات. لكن إسرائيل الآن كل ما تستطيع أن تفعله هو أن تقتل المدنيين، هو أن تقصف البيوت على ساكنيها، هو أن تقتل الأطفال. فخامة الرئيس السيسي البارحة عندما التقى بإيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي قال الأعداد القتلى الشهداء ما يربو على 6000، نصفهم تقريبا من الأطفال. يعني هذه البراءة تدفن تحت الركام. يعني هذه البراءة يعني ستسأل يعني بأي ذنب وئدت تحت هذا الركام؟ وأين بقى دموع كيربي عندما كان يعني يزعمون كذبا وبهتانا وتبين هذا التزوير وذلك التدليس انه اسرائيل قتلوا وطلع ده كذب؟ طب احنا بقى شايفين القتلى في المشفى وفي المسجد وفي الكنائس والأطفال، أين الدموع؟ ولكن ما زالوا يتشدقون بهذه الكذبة وما زالوا يحاولون أن يروجوا لها إعلاميا. هم يكذبون بمنتهى الصدق، يدلسون بمنتهى الأمانة. يعني هم يضربون مثلا يعني نموذجيا في الوضاعة والخسة فيما يتعلق بقتل هؤلاء المدنيين. أين حقوق المدنيين؟ أين قواعد القانون الدولي؟ أين اتفاقيات جنيف الأربعة؟ أين مبادئ ميثاق الأمم المتحدة؟ أين المادة 7 من معاهدة روما؟ يعني كل أولئك إسرائيل يعني تدوس عليها بأقدامها وأحذيتها الثقيلة، غير مكترثة بأي شيء. حتى أن يعني وزير الخارجية، أكثر من وزير خارجية عربي أكد أن يبدو أن إسرائيل فوق القانون الدولي. طيب احنا شفنا نتنياهو وشفنا له صور في وسط جنوده، هنا الرسائل المزدوجة، هل هو بيحاول يبعث رسائل للداخل الإسرائيلي بأن الأمور طيبة مع الجيش، وفي نفس الوقت بيحاول يبعث رسائل أخرى لحماس وللمقاومة الفلسطينية من تواجده في وسط الجنوب؟ يعني نتنياهو رغم هذه الضراوة وهذه الوحشية وهذه الأعمال البربرية وشريعة الغاب وقتل الأطفال والنساء والشيوخ والعجزة وهذه القسوة والفظاعات، إلا أنه في النهاية واضح التخبط، واضح الضعف والترهل، واضح أنه محكوم عليه خلاص، انتهى سياسياً انتهى. ريثما تنتهي هذه الحرب وتضع أوزارها. ولكن في هذه اللحظة يعني رغم هذه الانقسامات ورغم أن شعبيته تراجعت بشكل لافت، إلا أنه في نهاية المطاف في هذه اللحظة هم متوحدون على هذه الأعمال البربرية وعلى هذه الوحشية. يعني وكأن يعني شخص يوجه ضربات بشكل انتقامي، هي أعمال انتقامية، هي أعمال لا تمت للإنسانية بصلة وليس لها أهداف عسكرية. يعني ليس لها جدوى من الناحية الاستراتيجية من الناحية العسكرية، لأنه أين أنت وأين المقاومة؟ وكما قال فخامة الرئيس السيسي البارحة إن القضاء على المقاومة أولا ده مستحيل وسيستغرق سنوات وسنوات، والتاريخ والأحداث يعني كل أولئك ينبئون بأن حركات المقاومة الدي إن إيه بتاعها يعني غير قابل للموت، غير قابل للنهاية. ستستمر المقاومة طالما في احتلال، ستستمر المقاومة، حماس، الجهاد، الجبهة الشعبية، الفصائل، فتح، ستستمر المقاومة طالما هناك احتلال الأراضي الفلسطينية. وهذا ما أكده الرئيس السيسي، أننا علينا أن نهتم بتسوية القضية لا تصفية القضية. لا للتصفية ونعم للتسوية، إحياء مسار السلام مرة ثانية، احتواء هذه التطورات المتسارعة، بل إحياء عملية السلام. يعني سلوك الدولة المصرية الآن وسياستها هي ترتكز حول هذا العنوان، الاحتواء والإحياء، احتواء التطورات وإحياء عملية السلام. عطفا على السؤال السابق، مهما حاول نتنياهو أن يظهر أن علاقته قوية بالجيش، الخلاف واضح جدا ما بينه وبين وزير الدفاع. مهما شفنا من صور، بنشوف فيديوهات برضو على السوشيال ميديا، المجموعة كبيرة من الجنود بتهاجم نتنياهو ورفض أن تقف في الأماكن بتاعتها. لازم زي ما حضرتك قلت أن فيه هنا عقيدة، يعني مهما كان موجود فيه أسلحة لكن على الجانب الآخر فيه عقيدة. سؤالي، لو طال أمد هذه الحرب، من المنتصر في النهاية؟ طبعا أنا مش بتكلم عن الشعب الفلسطيني ليتحمل الكثير، أنا بتكلم على المقاومة وإسرائيل. نعم، هذا يعني هذا سؤال مهم في الغاية لتأصيل ذلك النزاع. النزاع مهما طال فالمقاومة يعني رغم هذه الفظاعات ورغم هذه الفواتير الباهظة ورغم هذه الأثمان الفادحة التي تنوء بحملها الجبال وهذه الصور المأساوية التي نشاهدها، لكن في النهاية أقدار المقاومين
أقدار المدافعين، أقدار الذين يريدون أن يحرروا بلادهم وأن يبنوا دولتهم. يعني شاهدنا ما حدث في الاتحاد السوفيتي، قدموا ما يربو على 27 مليون شهيد تجاه الألمان، تجاه هتلر النازي. يعني هذا هو القدر، ولكن في النهاية المقاومة تنتصر رغم كل ذلك. وكل ذلك القصف وكل ذلك الاجتياح وسياسة الأرض المحروق، لكنه في النهاية يجبن أن ينزل على الأرض وأن يلتقي وأن يلتحم مباشرة مع الفلسطينيين، ولا بد له أن يلتحم في النهاية، ولا يستطيع أن يلتحم ولن يلتحم ولن يقدر عن الالتحام. هذه يعني هذه هي الصورة، هذه هي المفارقة. أكبر ترسانة عسكرية، جسر مفتوح. يعني هذا يذكرنا بنصر العظيم 6 أكتوبر 1973 عندما مد أيضا العم سام لإسرائيل جسر جوي بكل المعدات، وقال ساعتها السادات أنا الآن أنا أحارب بأمريكا. أيضا الآن ما يحدث، الفلسطينيون هؤلاء العزل المدنيون الضعفاء يحاربون أكبر قوة ترسانة، أكبر ترسانة عسكرية، يحاربون أمريكا. الذخائر، المعدات، الأسلحة، كل ذلك الدعم اللامحدود من أمريكا. أمريكا هي الخصم وهي العدو، وما إسرائيل إلا مخلب قط. يعني أمريكا ومن قبلها بريطانيا عندما خلقت هذا الكيان السرطاني، يعني وضعت وجعلت إسرائيل في هذه الأرض العربية لتفسد فيها وتسفك الدماء. وهذا ما نشاهده ليل نهار. أتصور يعني هذه الصور المأساوية، يعني عار على جبين البشرية، وصمة عار في جبين، انتكاسة، ردة حضارية. يعني أين الحقوق؟ يعني الغرب يا لا طالما صدع الرؤوس بالحريات، حرية التعبير، كبلوا وسائل التواصل، كبلوا كل وسائل التواصل، انستغرام، اليوتيوب، الفيسبوك، كبلوها، منعوا التظاهرات. طيب أين الديمقراطية؟ أين حقوق الإنسان؟ أين الحق في الحياة؟ يعني لن نتحدث عن الحق في الكهرباء، الحق في الماء، الحق في الغذاء، الحق في الدواء، الحق في الحياة. أين الحق في الحياة؟ يعني كل هذه الأكاذيب، يعني وكل هذه الأقنعة سقطت أمام ما يحدث، وأمام يعني فظاعة ما يحدث الآن على الأرض الفلسطينية. منذ البداية ضغط الشارع الإسرائيلي هو كلمة السر في كل ما يحدث. يعني في بعض الآراء اللي بتقول أنه تم فتح ثغرة متعمدة من قبل الجانب الإسرائيلي لتهدئة الشارع الإسرائيلي اللي كان بالفعل عنده تظاهرات كتير اعتراضا على كثير من القرارات الخاصة بالقضاء. دلوقتي التهديدات اللي بيقولها نتنياهو دائما في أنه لسه هيوجه ضربات شديدة العنف لحماس والمقاومة الفلسطينية، كل ده برضو هدفه أنه يهدي الشارع الإسرائيلي اللي رجع تاني للشارع للتظاهر احتجاجا على سياسة نتنياهو واحتجاجا على ما يقوم به نتنياهو وعلى شعوره بالأمان؟ ما يحدث في إسرائيل محاولة للتهدئة لكن دون جدوى، ولكن في نهاية المطار في نهاية المطاف هذا الشعب الإسرائيلي هو الذي اختار هذه الحكومة المتطرفة، بل الحكومة شديدة التطرف. ففكرة ادعاء أن هناك جماعات سلام وتريد الاستقرار وتريد السلام وأنهم ليسوا كلهم، ده بالعكس، ده نتنياهو يعتبر أكثر فرد وعنصر ورئيس الحكومة في هذه الحكومة أكثرهم اعتدالا، أكثرهم معقولية، أكثرهم إنسانية. بقية الوزراء في غاية التطرف، يعني يقولون فلنذبح يعني عشرات الآلاف من الأطفال، إنهم حيوانات بشرية، إنه يعني ما هذه الوضاعة والخسة. يعني الحكومة متطرفة شديدة التطرف، وجاءت نتيجة الخيار الشعبي. هذا يذكرنا بما يقولون عنه في أوروبا، أن أوروبا الآن وإن كانت يعني تقف مع إسرائيل، لكننا بعض المتشدقين والمتفزلكين بقى يقول يا جماعة لا، يعني لا تظلموا أوروبا، هذه الحكومات الأوروبية، لكن لا تظلموا المنظمات الأوروبية ولا جمعيات حقوق الإنسان الأوروبية ولا الشعب الأوروبي العظيم. الله، يا مش أنتوا تدعون أن هذه حكومات ديمقراطية، أن هذه حكومات منتخبة، حكومات انتخبها هذا الشعب الطيب الجميل الكيوت، انتخب هذه الحكومات المتوحشة. يعني هذا تناقض في الكلام. لا، هذه أحابيل وألاعيب، هذا بكش. يعني لا، هذه الحكومات هي تمثل هذه الشعوب وهي تريد هذه المجازر، والمجتمع الدولي الغربي تحديدا، سواء الولايات المتحدة ومن وراء أوروبا، سواء كان الكاوبوي الأمريكي وتابعه قفة، تابعه الأوروبي، تابعه أوروبا التي تمسك بذيل جلباب الولايات المتحدة الأمريكية،
كدليل وتابع، كل أولئك يوجهون يعني يضمرون ذلك العداء وتلك الخصومة للفلسطينيين ولهذه المنطقة. وما إسرائيل في النهاية إلا وكيل، والوكيل لا يعمل إلا وفق يعني بنود وأحكام عقد الوكالة في نهاية المطاف. عظيم. نيجي للمنظمات الدولية، الأمم المتحدة قراراتها غير ملزمة كما نعلم، وحتى لو حصل أغلبية تصويت مش هيبقى في قرار ملزم. نيجي لمجلس الأمن، وإحنا شفنا مشاريع قرار كتير قوي خلال الفترة اللي فاتت، الروسي والبرازيلي والأمريكي، ولم يحدث توافق، وأعتقد أنه لن يحدث بسبب وجود الخلافات كما تفضلت بين هذه الدول. تمام، هذه الجزئية في غاية الأهمية. الأمم المتحدة سواء كان الجمعية العمومية للأمم المتحدة توصيات بالفعل، لكن في فكرة الاتحاد من أجل السلم، وهذا قرار صدر وكان له خصوصية عندما حدث العدوان الثلاثي على مصر في 1956. لكن إذا ما انتقلنا إلى مجلس الأمن، بالفعل مجلس الأمن عاجز، لكن مجلس الأمن يريد أن يكون عاجزا، لأنه مجلس الأمن يعني المصالح هي التي تغلف وتصيغ هذه القرارات، يبعد تماما عن قواعد المساواة والإنصاف والقانون، ويغلب المصلحة، يغلب الهوى، فتجد ذلك في ذلك الفيتو. يعني الكبار الذي لهم تلك المقاعد الدائمة وحق النقد، وبالمناسبة حق النقد يهدم القرار، لكنه لا يستطيع أن يبني القرار. يعني لو ال 15 دولة 10 مقاعد غير دائمة وخمسة دائمة، لو ال 14 طلعوا القرار واحد بس من المقاعد الدائمة يستطيع أن يهدم القرار، لكن حق الفيتو لا يبني القرار. تجد أن هذا يعني هؤلاء الكبار ظهروا وكأنهم صغار، وكأنه صغار، يعني أمريكا تصيغ مشروع تعترض الفيتو الروسي، روسيا مشروع قرار يكون الفيتو الأمريكي. يعني تحول الكبار إلى صغار. المفروض الكبار في سياساتهم وتصرفاتهم، والمسؤولون عن حفظ السلم الدولي وعن حفظ الأمن الدولي، والميثاق الأمم المتحدة أعطاهم هذه الضمانات وهذه الصلاحيات من أجل ذلك بعد أن انتصروا في الحرب العالمية الثانية، يتصرفون بمنتهى يعني بمنتهى الرخص، وغير مبالين لما يحدث في غزة. هذه المآسي الإنسانية. نحن لا نتحدث الآن عن عدالة، خلاص مش عايزين عدالة، ولا نريد مساواة، ونريد فقط هدنة إنسانية. يعني لا نتحدث، يعني شوف بقى سقف الطموحات، نزلنا إيه؟ نزلنا تحت. مش عايزين عدالة ولا مساواة ولا إحقاق حق ولا عودة حقوق، عايزين فقط هدنة إنسانية. جو بايدن يقول لا، الوقت غير مناسب لإيقاف إطلاق النار. يعني هي حرب الولايات المتحدة على الفلسطينيين من أجل تركيع الفلسطينيين، من أجل تهجير الفلسطينيين. لكن فخامة الرئيس السيسي أكد أن الأمن القومي المصري خط أحمر، أنه بأي حال من الأحوال لن يتم تصفية القضية، وفي كل الأحوال لن يكون على حساب الدولة المصرية. الدولة المصرية خاضت الحروب وخاضت التفاوض وخاضت السلام وخاضت التحكيم، ودفعت كل هذا من أجل الحفاظ على ذلك التراب الوطني. والله سبحانه وتعالى يعني قيد لهذا البلد هذا الرئيس العظيم الذي حافظ البلاد من 10 سنوات خلت في 2013 عندما أراد هذا الغرب بموجات الخراب العربي أن يفتت الدول الوطنية وأن تتشظى المؤسسات، يبقى المؤسسة العسكرية في أكثر من مؤسسة موازية، الشرطة في أكثر من مؤسسة موازية، كما شاهدنا في ليبيا في سوريا تتشظى المؤسسات وتتفتت الدول، لكنه استطاع أن يحافظ على التريتوريال انتجريتي، يعني وحدة سلامة الأراضي كوحدة متماسكة التراب الوطني. بعد 10 سنوات سيناريو آخر، سيناريو يتمثل في الآتي، أنه هذه الحرب الضروس، ويتم تهجير الغزاوية إلى سيناء، ويتم تهجير الساكنين في الضفة الغربية إلى الأردن. يعني أين السكان؟ يعني لم تتوصلوا إلى حل الدولتين والسكان الفلسطينيون في أرضهم عندما يهاجرون ويغادرونها، أين حل الدولتين؟ شوف بقى البكش بتاع جو بايدن يتحدث عن حل الدولتين، أين حل الدولتين؟ إيمانويل ماكرون البارحة مع الرئيس يتحدث ويقول نحن لسنا لدينا ازدواجية معايير ولا نفرق بين الأرواح. هل ذهبت إلى غزة؟
هل حاولت أن تساعد في إفادة المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة؟ هل بكيت يعني أمام الكاميرات كما بكيت على الإسرائيلي؟ هل الدم، هل الروح الإسرائيلية أغلى بكثير من الروح الفلسطينية؟ يعني بتموت عشرات تزهق أرواح الفلسطينيين العشرات الآلاف ولا أحد يحرك ساكنا. أما الإسرائيليين تقوم الدنيا ولا تقعد، ويتحدثون الآن أدن حماس، أدن حماس مدانة، حماس مدانة، حماس مدانة، حماس تقوم، فلندن حماس، ولكن ما تقومون به الآن لا يتوقف. أوقفوا هذه الشراسة، هذه الفظاعة، عدم الإنسانية. أكيد. كل الشكر ليك طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية والمحلل السياسي، نورتنا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا.